ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفوا القناه بتاعتي، انزلي حالا اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد بقدمه. وحشتوني جدا. فيديو النهارده عباره عن رفايع، برضو تكمله طبعا لسلسله جهاز العروسه. يلا بينا نبدا. اول حاجه، يعني الحاجه اللي قهرتني بجد بجد، زعلانه جدا، دي منامة العين الجل. بيبقى جواها كيس جل، بتحطيه في التلاجة ولما بتيجي تنامي بتلبسيها على عينك. جايباها اونلاين. دي كده كنت جايباها لخطيبي وقلت اجيب دي ليا، انا ما اخترتش الاشكال، هي قالت لي الشكل عشوائي بس انا مضطرة اجيب واحدة تانية غير دي، لان دي للاسف للاسف الشديد جايالي من غير كيس جل. مرضتش ارميها، قلت هعمل حاجه، قلت دي مثلا لو انا خلاص كيس الجل تقيل على عيني وخلاص مش مستحمله. ساعات بيجي علينا وقت ما بنكونش مستحملين اي حاجه خالص، عايزين حاجه رقيقه خالص، يعني عندي صداع مثلا وكيس الجل مش مستحملاه على عيني خلاص، فقلت دي تبقى رقيقه كده خالص اي فاضي البسها بس يا دوب تغطي الضوء على عيني تمام. فقلت برضو هتنفع، ما زعلتش ولا حاجه بس اتضايقت ان انا اتحطيت في موقف زي ده. انا ما بحبش نص الاونلاين بسبب كده، ان انت بتتخدعي كتير جدا. زي برضو اللي هو الكيس الكريمه، فيعني لقيت لها صرف، قلت مش هزعل نفسي يعني واضايق نفسي عشان حاجه، انا هجيب لنفسي واحده تانية فيها كيس جل. بس انا ببقى بحب يعني ايه بقى، مثلا خلاص انا بجهز نفسي وبدفع فلوس كتير جدا، فبحب اجيب الحاجه اشيلها ما اعملش ايه، ما اجيبش تاني يعني. جبت ده كمان اهو، ده مقص الجاتو، اللي هو المقص يعني بيشيل الجاتو. بتشيل الجاتو مثلا انت في عزومه والسفره بتاعتك طبعا تحط فيها الاكل وكده، فعندك ضيوف، بس ضيوف يعني اللي هم مش اهلك ولا اهله، لا اللي هم الناس اللي هي الايه، ممكن تكون حد غريب ولا حاجه، فانتي بدل ما تشيلي بايدك طبعا ممكن يكون حد بيقرف، فانتي بتستخدمي المقص ده بتشيلي بيه مثلا زي كده اهو، موضح لك انتي بتشيلي بيه المحشي، محشي فلفل، فحسيته حلو. بس دي برضو كانت تجربه اونلاين سيئه، وكل الحاجات دي جايباها اونلاين من نفس الشخصة. بصوا جايبه لي حاجات مطربة ازاي، كأنها كانت مركونة. على فكرة يا جماعة بجد الحاجات دي بتخليني اكره الشخص، حتى لو حاجاتها كويسة ورخيصة تخلينا اتضايق منها جدا. اهم حاجة تقفيل الاوردر وشكل الاوردر عامل ازاي. جبت ده كمان، ده انا عجبني جبته عشان خاطر فاصل الصفار، ودي صفاية على قد الكوباية، يعني على حجم الكوباية بس، اهي زي ما انتم شايفين. من الحاجات اللي كانت عجباني جدا فاصل الصفار، عشان بحتاجه في وصفات كتيرة وبضطر ان انا اعمله بايدي وكده، ودي على قد حجم الكوباية بالظبط. هو ده تركي من ماركة سانكوك او سانكوك. اوكي انا ما بقراكوش الماركات كتير، بس المقص برضو نفس الماركة بتاعته تمام. ده الكارت ده قلنا فيه فصل الصفار والنصف. جبت الهراسة، الهراسة جبتها اهي سيليكون، حبيت السيليكون اكتر من الستانلس عشان الستانلس بتصدي، مفيش حاجة اسمها مش بتصدي، عشان ريفيوهات كتير قوي طلعت عنها بتقول انها بتصدي، متينة جدا. انا خطيبي اول ما شافها قعد يدوس عليها، فبقول له يا ابني هتتكسر، فقال لي لا هي متينة. فعجبتني جدا، ولونها كمان احمر ماشية مع البرية بتاعت الفيديو اللي فات. فانا بحب الحاجات المتوافقة دي جدا. نيجي بقى على علبة الفشار اهي. بصراحة يا جماعة انا كنت هموت عليها حقيقي، انا عاملها بالعكس اهي، كنت هموت عليها جدا، لان انا باذن الله ان شاء الله يعني ادعولي هجيب مايكرويف لو الظروف سمحت. فح
حبيت قوي فكرة علبة الفشار دي. بصوا هي طلعت صغيرة، هي بصوا قد ايدي اهي بالظبط. ان انتي بتحطي معلقتين ذرة وبتحطي ملح او جبنة او فانيليا او كراميل على حسب الحاجة اللي انتي عايزاها، او شوكولاتة، وبتسيبيها في الميكرويف من 2 لـ4 دقايق، والفشار بيتعمل لك من غير زيت، من غير اي حاجه، من غير ما تحطيه على النار. بتقلبي دي كده اهو، بس دي عايزه دي كده هتعمل طبق فشار متوسط. فانت عايزه بقى تحطي، تفضلي لو تعملي مثلا عايز تعملي دفعه كبيره، بس انا بقول مش هيبقى فيه غيري انا وجوزي، لو يعني خدتي دلوقتي. فهقف قدام الميكرويف اوكي ربع ساعه، هعمل 3 دفعات يكفونا طبق كبير. احنا اصلا ملناش في الفشار قد كده. انا بقول لما اجي اعمل احسن ما اولع النار واحط زيت والكلام ده كله. فكنت حباها جدا والحمد لله جبتها. كل ده طبعا هجربه بعد الجواز واقول لكم ايه عملي اللي مش عملي فيه، عشان برضو تاخدوا بالكم من الكلام ده، والعروسة اللي تبقى لسه بتجهز ما تجيبش الحاجات دي. نيجي بقى للحاجات الكيوتة دي، دي اللي هي بتنور معاها بس دابل فيس. بصوا الاشكال اللي هي النجوم والقمر، في ناس بتقول تحطيهم على السقف من فوق، في ناس بتقول تحطيهم في اوضه الاطفال. انا مش هعمل كل ده، انا احطهم عادي على الحيطه في اوضه النوم بتاعتي. يعني هستغنى عن كل الاقتراحات بتاعت الناس دي واحطهم في اوضه النوم بتاعتي، لان انا من محبي الحاجات دي جدا. يعني انا مش فاهمه فكره ان انتي ناس بتقول حطيهم في اوضه الاطفال. طب ما انتي لسه هتجيبي بيبي، فالبيبي عبيت ما يكبر يكون عنده 7 8 سنين ويستوعب الحاجات دي كلها، تكون انت استمتعت بيهم في اوضتك وتبقي تجيبيه له هو فيما بعد. كده دول 20 هرصهم في حته اوضه النوم بتاعتي، عند المكان الفاضي، عند الحته بتاعت السرير مش الحته بتاعت الدولاب. فهيبقوا شكلهم شيك جدا انا متاكده، عشان انا بحب الكلام ده قوي. بتستخدميهم ازاي؟ بتحطيهم في الضوء تقريبا 3 ساعات، بتصدريهم للضوء يعني ضوء جامد، او بتفتحي عليهم نور الاوضه، وبعد كده تقومي لازقاهم وتسيبي برضو النور مولع عليها ساعه ولا حاجه. وبعد كده طبعا بتفكيهم الكيس عشان ده عايز للضوء، وبتسيبيهم طبعا بينوروا في الضلمه تلقائي. طول ما انت طافيه نور الاوضه مش هينوروا لك، لازم تولعي نور الاوضه 3 ساعات وبعد كده تطفيه فهينوروا، تمام؟ عشان هما بيمتصوا الضوء بعد كده بيديلك الضوء. طيب اوكي، نيجي بقى على التفاهة. طبعا عارفة ان انا هتهزق بعد الفيديو ده وتقولوا لي ايه اللي انتي جايباه ده، بس بصراحة كان نفسي قوي 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 طبق البيبي. فكرته ايه بقى؟ انا هقولكم كده الغطا بتاعه. انا بصراحة اتعذبت عبيت ما فتحت افتح واقولكم. بصوا بقى فكرته ايه. مثلا البيبي ماسك الطبق اهو، فمثلا بيعمل كده، فالطبق بيقوم مرفوع كده بحيث مفيش اي اكل يقع من البيبي. فهو يجي كده مثلا ماشي فبيوقع الطبق، فالطبق بيلف معانا. انتوا واخدين بالكم؟ لو حب يعمل كده، فانا مش عارفه انتوا شايفين ولا لا اهو، فالطبق بيبقى مقلوب اللي هو ما يتكبش اهو. بصوا بيجي من فالطبق مش هيتكب من البيبي، لان البيبي بطبيعته بيبقى ماشي يعمل كده اهو. الطبق هيجي معاه يمين وشمال ومفيش اي حاجه هتتكب منه. فالفكره عجبتني، انا مش عارفه انا هلاقيه تاني ولا لا، عشان هو من الصعب التواجد بتاعه، ما بلاقوش في اماكن كتيره، ما بلاقوش في جروبات اونلاين كتيره، بلاقيه بيجي كل فين وفين كده. فانا بصراحه خفت لا ينقرض ولا حاجه، قلت اجيبه. هو اصلا ما كانش جاي لي كده، كان جاي لي مش متركب، واحنا ركبناه بالعافيه. تمام، يبقى ده كده حاجه كمان من اللي كانت عجباني جدا جدا جدا. نيجي بقى على الحاجه اللي مش عجباني خالص، كنت مفكراه اجمل من كده، اللي هو كفر المروحه ده. جاي لي لون بني وانا مش عايزه اي لون بني خالص، واللزق بتاعه اصلا رايح. ممكن ابقى الزقه بشمع، بس انا قلت مش هلزق حاجه غير يوم العزال بتاعي وكده اهو. دي برضو عايزه تتلزق كده، دي عايزه تتلزق، عايزين نثبته.
لو لقيت لون افتح منه هجيبه، ما لقيتش هكتفي طبعا بده، ومش مهم كده كده انا مش هركبه للمروحة غير واحنا داخلين على الشتاء، فهو يدوب هيتشال بس، يعني مش هعرضه في الشقة. وده كان اخر حاجة في الفيديو معانا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، لايك لايك وكومنت حلو برأيك، وقولوا لي لو حد عنده ده يا جماعة شكله ايه، ولا دول بيتشالوا خالص، ولا لو لزقته هيفضل عايش معايا ولا ايه. سواء اجمل حاجة عجباني الفيونكة بتاعته دي. يلا باي بنات.